كل التحية لكل الأهلوية، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من السادسة، حلقة خاصة جدا، ثلاث ساعات قبل المواجهة المنتظرة المرتقبة، المواجهة الهامة تقدر تقول عليها كده قمة الكرة الإفريقية. فرقتين حقيقة من العيار الثقيل، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو على مستوى الكرة اللي بيقدموها الأهلي وسان داونز، موقعة إفريقية في منتهى الأهمية وخصوصا لينا إحنا. مباراة البعد عن حسابات لازم، ولو بمعنى انه بحكم طبعا ان احنا يمكن اتاخرنا شويه في انطلاقه مشوارنا الافريقي في دور المجموعات، فغابت عنا المباراه الاولى مباراه القطن الكاميروني، وبحكم ان منافسينك في المجموعه كما توقعنا واتكلمنا قبل كده في السادسه مع كتير من المحللين ان المنافسه في المجموعه دي هتبقى منحصره بين الهلال وسان داونز والاهلي، وبحكم نتائج حققها نتائج ايجابيه جدا، حققها طبعا سان داونز بالفوز في المباراتين اللي لعبهم، الهلال كرر فوزه على الاهلي بالامس وفاز على القطن الكاميروني خارج ارضه بنتيجه 2-1 في مباراه كان متقدم فيها القطن الكاميروني 1-0، لكن انتهت لصالح الهلال 2-1. صعبت شويه وضغطت شويه علينا قبل مواجهه النهارده، لانه الاهلي بيخش المباراه دي برصيد 0 من النقاط، وبالتالي انت في حاجه او في اشد الحاجه لتحقيق مكسب النهارده. النتيجة غير كده هتدخلنا في حسابات، لو مين يكسب مين ومين يتعادل مع مين ولازم مين يغلب مين عشان يبقى عندنا فرصة. أعتقد أنه مفاتيح التأهل عن المجموعة ما زالت في أيدينا، وقادرين إن شاء الله نتفوق على سان داونز حتى وهو واحد من أفضل فرق القارة. مش بتكلم على النسخة دي، لكن بتكلم على المواسم الأخيرة. أنا بشوف سان داونز هو المنافس الحقيقي والمنافس الأكبر للنادي الأهلي على مستوى لقب بطولة دوري الأبطال. سان داونز النهارده بيخش المباراه باريحيه كبيره جدا، لانه مش قلقان من حاجه، محقق العلامه الكامله، خاض مباراتين فاز فيهم على الهلال وفاز فيهم على القطن الكاميروني، وبالتالي النهارده داخل باريحيه كبيره عكس الضغط اللي ممكن يكون موجود عند لاعبتنا او عند فرقتنا. الهلال وفق اوضاعه بشكل كبير جدا بعد خسارته من سان داونز، وانهى الدور الاول من المجموعات من مرحله المجموعات بست نقاط. مكسبك النهارده لسان داونز يدخلك في منطقه مرتاحه جدا، ويبقى فاضل لك مباراه القطن الكاميروني، لو قدرت تكسبها يبقى تعادلت مع سان داونز والهلال، انهيت الدور الاول من دور المجموعات بست نقاط زيك زي سان داونز زي الهلال، ونروح للدور الثاني من دور المجموعات ويبقى ساعتها لكل مقام مقال. تشكيل الاهلي النهارده طريقه لعبه الاقرب ل 4-2-3-1، ويمكن تقريبا جمهوريه مصر العربيه كلها متفقه على 4-2. المشكله كلها في الثلاثة واحد، مين ممكن يكونوا خيارات امثل في مواجهه سان داونز؟ ومستر مارسيل كولر ممكن يفكر في مين النهارده في بدايه المباراه، في ظل خلينا نتفق انه وفرت الحلول الهجوميه، لكن الرهان على التوليفه او التشكيله اللي ممكن تصنع الخطوره امام فريق قوي ومنظم دفاعيا وفي منتهى القوه والتنظيم من ناحيه الهجوميه.